سيكس ناين هذه الأيام أصبح تريند على مستوى العالم بتصرفاته الغريبة التي لا يمكننا ذكرها لكم كلها في فيديو واحد، لعل أبرزها زيارته لدولة قطر ومشاهدة مباريات كأس العالم. لا والأبرز من كل هذا، لقد دخل بين صفوف الجماهير المكسيكية لتشجيع منتخب المكسيك الذي لعب مباراة أمام الأرجنتين. لا لا لا، 6ix9ine لم يتوقف هنا، بل دخل إلى أحد الفنادق وبدأ يعطي ويوزع الهدايا على كل حاضرين هناك. ولمعرفة ما كان بداخل تلك الهدايا انتظرونا بعد الانترو. مرحبا بالجميع، لقد عدت من جديد بعد طول غياب. نحن نعتذر عن عدم إصدارنا للفيديوهات التي تتعلق بأخبار الرابرز والمصارعين والملاكمين والرياضيين بصفة عامة. المهم، لقد عدنا، شرف لي أنني أنزل فيديوهات لكم لكي تعجبكم، وأنا أكون جد سعيد بقراءة تعليقاتكم. القناة هي في بدايتها رغم أننا افتتحناها في سنة 2019. المهم، أنا أعدكم أنني سوف أنزل فيديوهات بشكل مستمر أكثر من السابق، خصوصا عن رابر 6ix9ine وعن ما يفعله من تطورات جديدة في قصته بعد خروجه من السجن منذ سنة 2020. المهم، 6ix9ine هذه الأيام هو تريند ليس فقط في أمريكا، بل حتى في الدول مثل أمريكا الجنوبية والأوروبية. هناك الكثير من المتابعين يحبون 6ix9ine ويريدون معرفة جميع التفاصيل التي فعلوها، وهو بدوره لا يقصر. وآخر ما فعله 6ix9ine هو ذهابه إلى دولة قطر كزيارة وكتشجيع منه لمنتخب المكسيك الذي لعب أمام الأرجنتين الذي يضم ميسي أفضل لاعب في العالم. أنا شخصيا أعتقد أن 6ix9ine لم تكن نيته فقط مشاهدة المباراة، بل كان يحاول خطف الأضواء إليه ونشر شيء جديد، أنه شخص غني يذهب إلى أي مكان، لا يخاف من أحد، لديه المال، يستطيع فعل أي شيء في العالم. هذه هي عقلية 6ix9ine، ولهذا يحبه الناس، لديه شيء مميز عن الآخرين، والكل يحاول معرفة ما يدور في رأسه. لذلك نحن نحاول أن نقدم لكم ونجلب لكم آخر الأخبار المتعلقة به. المهم، هو ذهب إلى قطر لتشجيع منتخب المكسيك الذي خسر أمام الأرجنتين، لكن 6ix9ine بعد خروجه من قطر ذهب مباشرة إلى أحد الفنادق في أمريكا وبدأ يوزع بشكل عشوائي الهدايا المختلفة للنساء هناك وللعمال ولأي شخص يلتقي في الفندق يعطيه هدية. ماذا تحتوي تلك الهدية؟ لكن لأنها لم تفتح أصلا أمام الكاميرا، لكن أحد الحائزين على تلك الهدية قالت أنها وجدت مبلغ $5,000. فعلا هذا شيء جيد من 6ix9ine أنه يتبرع، لكن على الأقل إن أردت أن تتبرع يا صديقي 6ix9ine، اذهب إلى المستشفيات أو إلى دار الأيتام أو شيء من هذا القبيل، هناك يحتاجون إلى المال أكثر من الفنادق، لأن الفنادق تحتوي على الناس الأغنياء الذين يستطيعون العيش بدون مالك صديقي 6ix9ine. المهم، وفي آخر المستجدات المتعلقة ب 6ix9ine، هو أنه يحاول ابتكار ألبوم جديد ربما باللغة الإنجليزية، يطرحه في سنة 2023 ويحاول خطف الأضواء إليه، وربما بهذه التصرفات يحاول كسب جمهور جديد ناشئ، لأن الكل مركز هذه الأيام في مشاهدة مباراة كأس العالم، لذلك هو بدوره ذهب إلى هناك ليخطف الأضواء. ربما 6ix9ine هو شخص ذكي في هذه الأشياء، خطف الأضواء وجلب مشجعين له أنصار جدد يقفون معه أمام أعدائه في أمريكا، تحديدا في نيويورك وشيكاغو. المهم، كانت هذه هي آخر أخبار 6ix9ine. انتظرونا، سوف ننزل المزيد إن شاء الله في الأيام القادمة. وداعا يا أصدقائي، بيس الله. What y'all rappers make y'all whole career on bags, and I'm giving them shit away.
blah. You see it? We just touched down. We did it the right way. You see me? Got all the jewelry on. You see it? We outside. Pop out. Shoot you, straight them on camera, do it on YouTube. Stupid little dumb nigga, now you on YouTube. Take a walk, I'm the type of dragon. Treat you how you want your business, then it's like.